عنك عم فضل، ما يصحش والله عنك. تسلم لك يا الشفاف، اشكرك، شكر جدا. ماشي عم فضل. انت بتعمل ايه يا فضل؟ طب قول صباح الخير في الاول. صباح الخير يا فضل. عربيه عم نجيب بتعمل معاك ايه؟ شغال عليها. تشتغل عليها ازاي يعني؟ ايه اللي ازاي يعني يا استاذ حمدي؟ هي البدله الحلوه دي نسيتك العربيه؟ شغال سواق زي ما انت كنت شغال سواق. انا اشتغل سواق انما انت لا. ليه لا؟ مش انت كفضل، وبعدين انا طلبت منك ان انا اساعدك وانت رفضت. كتر خيرك يا حمدي. يا فضل، يا فضل انا معايا فلوس، شوف اي مشروع نفسك فيه واعتبرني شريك، انما سواقه وبهدله لا. ولا بهدله ولا حاجه يا حمدي، البهدله اللي بجد قله الشغل وماده الايد. اخص عليك يا فضل، انا اخوك الصغير، ده انت ياما اديتني وياما عملت لي، سيبني ارد لك ولو جزء. شايلك اللي عاوزه يا حمدي، انما ايه الشياكه اللي انت فيها دي؟ انت رايح تخطب ولا ايه؟ رايح الشغل، بس انا جالي شغل في شركه كامل. كامل عرض عليا شغل بمرتب كويس، وانت عارف بقى فضل الشغل يعني. طبعا مفهوم مفهوم مفهوم، ربنا يوفقك يا حمدي، ربنا يوفقك. انا